استاذ صبحي، سمعت الكلام بالاستوديو سواء من الدكتور عبد الجبار فيما يخص ربما سندفع اكلاف اقتصاديه او حتى غير اقتصاديه، كلام السيد العرداوي واضحا بانه من ذهب للقتال في افغانستان وغيرها تحت العنوان السني، ومن ذهب لنصره القضيه الكرديه في 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 ايران بالحدود المتاخمه او حتى في شمال سوريا، ليش يعاب على الشيعة اذا صارت عندهم وحده ساحات؟ اخوتكم متحملوهم هيك يقول مو اكيد. نعم. اي بالتاكيد. استاذي العزيز، يعني نعم. الاستاذ عباس مع جل احترامي، وانا ما اريد ادخل في نسق الجدال كما هو طلب، لكن اريد اوضح له انه احنا عندما واجهنا داعش الارهابي وذهبنا بعد ما سيطروا على مدينة كوباني وذهبنا لنصرة اخوتنا الكرد هناك، احنا ما جرينا العراق الى حرب هناك. احنا شفنا ظرف مناسب ممكن ان نرسل قوات لنصرتهم، اكو وضع سياسي، اكو طريق اتفاق، رحنا احنا هناك وساهمنا ونتشرف بانه ساهمنا وقدمنا شهداء. لكن احنا بالمقابل دا نقول انه يا اخوتنا يا فصائل، انتم اذا تردون تواجهون الاسرائيليين اوكي طريق موجود وتقدرون تروحون مثل ما راحوا البيشمركه ونصروا اخوتهم. فهذه الصوره اللي حاول يعطيها استاذ عباس حقيقه مو صحيحه، وبالعكس هي تثبت صحه ما احنا دا نقوله. هذا جانب. الجانب الثاني عمليه الايحاء بانه الكرد والسنه هم ربما يكونون متمايلين مع هذا الجانب، وهم يا انصرونا احنا وقفوا معنا يا اخوانا الشيعة. هذا الايحاء هو مو صحيح، مو واقعي. احنا من نعطي راينا مو معناها احنا ضد الشيعة او ضد الوقوف ضد الكيان الصهيوني. احنا من نعطي راينا ننظر الى مصلحة العراق العليا.